هناك ايضا بعض النساء يفضلن العادات الاجتماعية في اوروبا او في الغرب عموما او في البلاد غير الاسلامية، ويقولن في ذلك ان تعدد الزوجة ممنوع، وهنا مثلا في الحكم الشرعي يباح تعدد الزوجة. فما الحكم في الصاق هذه التهمة في الاسلام؟ من فيها تعدد الزوجات وزعم ان عدم التعدد الافضل هو كافر مرتد عن الاسلام، لان نعوذ بالله منكر لحكم الله وكارف لما شرع الله، والله يقول سبحانه ذلك بانه كره ما انزل الله حبط عمله. من كره ما انزل الله حبط عمله. فليكره تعدد الزوجات ويرى ان الشريعه يعني قد ظلمت، او ان حكم الله في هذا ناقص او مطيب، او ان ما يفعلون في اجلال النصارى لوحده ان هذا اولى وافضل، هذا كله رده عن الاسلام نعوذ بالله. كالذي يقول ان فرض الصلاه وهم مناسب لو ترك الناس بدون صلاه كان احسن، او بدون صيام احسن، او بدون زكاه، من قال هذا هو كافر. من قال ان عدم الصلاه اولى، او عدم الصيام اولى، او عدم الزكاه اولى، او عدم الحج اولى، كان كافرا. وهكذا لو قال لا باس ان يحكم بغير الشريعه لا يجوز، ولو قال الحكم بالشريعه افضل، لكن اذا قال ان الحكم بغير ما انزل الله جائز او انه حسن، كل هذا يرجع عن الاسلام نعوذ بالله. فحاصل من كره ما انزل الله وشرعه الله فهو مرتد. وهكذا من احب ورضي ما حرم الله وقال انه طيب وانه مناسب كالزنا والسرقه يكون كافر ايضا. نعم ان شاء الله.